طبعاً مراقب المباراة، طبعاً مراقب المباراة هو منعم فاخوري من الأردن، طبعاً توجه إلى جماهير الرفاع وكلمهم. مراقب المباراة منعم فاخوري، عدم استخدام المفرقعات في المدرجات. هذا مدرب، هنا الإعادة لكرة، هنا الإعادة الهدف، بدأ فيه حسين سلمان، تهيأت لمحمود العجيمي مدافع بعدها، وصلت لمحمود العجيمي من خارج منطقة الجزاء، تسديدة مرت زحمة في المرمى، هدف أول الرفاع في الدقيقة 13. إذا نسجل هدف في الدقيقة 11، هدف في الدقيقة 11 وليس 13، هدف في الدقيقة 11 لهذا اللاعب محمود العجيمي. ايضا حكم اللقاء يكلم مدرب الرفاع، يعمل طبعا اسقاط مدرب الحكم الصيني سان باوجي. تبديل في صفوف نادي دانانغ الفيتنامي. لاعب رقم 18 راح يطلع. ترونغ، ترونغ راح يطلع وينزل مكان اللاعب رقم. سبعة عشر دقيقة مرت، شوط المباراة الثاني، والنتيجة حتى الآن تقدم نادي الرفاع بهدف للاعب محمود العجيمي في الدقيقة 11. عبوده كرة معاه، لعبها لريكو، ريكو داخل منطقة الجزاء، يلا الثاني الثاني الثاني، بيشيلها المدافع من داخل منطقة الستة ياردة. هنا الإعادة لكرة المدافع الفيتنامي اللي أبعدها من داخل منطقة الستة ياردة. حسن خميس البري كرة معاه، الرفاع متقدم بهدف لمحمود العجيمي في الدقيقة 11. ودنا أيضا بهدف ثاني، ودنا بهدف ثاني وهدف اطمئنان قبل انتهاء الشوط الثاني وقبل المغادرة إلى فيتنام. اسماعيل صالح، عبد الرحمن مبارك، توصل لعبوده، حسين سلمان، عاليه تابعت ايضا ريكو، يلا ريكو، تبعد الى رمية تماس، عبوده، عبوده كرة معاه، خطأ لمصلحة نادي دانانغ الفيتنامي. طبعا بالنسبة لتصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية، طبعا فيتنام تأتي في المركز 127 عالميا، منتخب بلادها يأتي في المركز 127،
لأن منتخبنا الوطني يأتي في المركز 68 عالميا والخامس آسيويا بعد استراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإيران. كرة مع الفريق الفيتنامي حول تعديل النتيجة وتسديدة بتمر إلى خارج الملعب وركلة مرمى. 20 دقيقة شوط المباراة الثاني، الرفاع متقدم بهدف للبديل محمود العجيمي في الدقيقة 11. محمد عيج كرة معاه، بردري حارس مرمى محمود منصور. الكل يترقب نتيجة هذا اللقاء سواء المتواجد هنا في ملعب المباراة استاد البحرين الوطني أو اللي تابعنا خلف الشاشة. كل بحريني حقيقة يودها تكون اليوم رفاعية، وكل بحريني يودها يكون الرفاع اليوم يفوز بأكثر من هدف، حتى الرفاع يرتاح في مباراة الإياب، حتى جمهورنا يطمئن على نتيجة المباراة قبل المغادرة إلى فيتنام. طبعا المغادرة لفيتنام محتاجة إلى رحلة شاقة وسفر طويل ومتعب، وبالتالي الرفاع طلب بأن مباراة الإياب تقام هنا في 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 البحرين، ولكن الاتحاد الآسيوي رفض طلب الاتحاد البحريني وطلب نادي الرفاع بإقامة المباراة هنا على البحرين. كرة لما توصل لريكو، ريكو يلا هدف ثاني، يلا ريكو، يلا الثاني عبد الرحمن، الله عليك يا ابو مبارك، الله عليك يا ابو مبارك. القائم وقف مع الفريق الفيتنامي، وقف مع الفريق الفيتنامي، بطاقة صفراء. حكم مباراة اكتفى بدار الشفوي، وبالتالي ما أعطى بطاقة صفراء. عبد الرحمن مبارك هو يلعبها، عبد الرحمن مبارك. محمد عين خلصها، نضال اسماعيل، عبودة، لاعب نادي دانانغ الفيتنامي على الأرض. اثنين وعشرين دقيقة، أي طبعا كابتن الفريق اللاعب رقم 12 كوانغ، اللاعب رقم 12 كوانغ، حسين سلمان قريبا لحارس المرمى، فوفان، أمامية ملعوبة لفرنانديز نيكولاس، توصل للرفاع حسين سلمان مكي، يلا لعبها، لعبها حسين، حسين لو لعبها لعبودة أفضل. أيضا حكم اللقاء يشهر بطاقة صفراء للاعب نادي دانانغ طبعا مضيعة الوقت، وبالتالي سوء سلوك من اللاعب. مصطفى مختار، حسن خميس البري، محمود العجيمي، محمود منصور، محمد دعيج، خارج الملعب رمية التماس. ودنا في هدف ثاني وهدف يريح الكل،
مصطفى مختار، كرة مع الرفاع، حسن خميس البري، كرة معاه يتقدم ينقلها توصل لحسين سلمان، أمامية عبودة، عبودة كرة معاه البرازيلي عبودة، هي سددها قوية، شيلها حارس المرمى محمود العجيمي لعبودة، حسين سلمان مصطفى مختار، تمر حلوة ملعوبة، حلوة الرفاعية، ظل اسماعيل، ظل اسماعيل شال حارس المرمى مصطفى مختار، ضغط الرفاع حسن خميس البري، مصطفى مختار، حسين سلمان، نضال اسماعيل، مر مر يا نضال مر، عليه عرضية توصل تنشال ايضا. في الدقيقة 26 ولا زال الرفاع متقدم بهدف، فرنانديز نيكولاس فرنانديز، عبودة نص ملعب المباراة، محمود العجيمي، نضال اسماعيل، عبودة، محمود العجيمي صاحب هدف المباراة الوحيد حتى الآن، محمود لاعب رقم 7 صاحب هدف المباراة، نزل مكان محمد راكع، في خطأ على البرازيلي عبودة، شوط المباراة الثاني، المدرب البرتغالي جاريدو، اسماعيل صالح، مصطفى مختار، حسن خميس البري، قريبة للمدافع الفيتنامي، هاي طبعا الأرجنتيني نيكولاس فرنانديز، لقاء الرفاع ودانانج الفيتنامي في الدور ربع النهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي النسخة 7 لهذا العام 2010 الدور ربع النهائي. عبد الرحمن مبارك، حسن خميس البري، اسماعيل صالح، محمد دعيج، نضال اسماعيل، البرازيلي ريكو، نضال اسماعيل، عالية عبد الرحمن حطها، اوه في راية مرفوعة، في راية مرفوعة وتسلل ركلة حرة غير مباشرة، فريق الفيتنامي